تحتوي شبكات التواصل الاجتماعي على أسماء وشخصيات تعد مؤثرة على رأي رواد هالمواقع، وبيتجاوبوا معهم وبيتابعوا أخبارهم. influencers.ae بتساعد الأشخاص المؤثرة أو الانفلونسرز بمجتمعنا لتأمين أفكار جديدة ومفيدة لنشرها على صفحاتنا الخاصة. صار لي 6 سنين بالإمارات وأنا كندي جنسية سوري الأصل. ضليت 22 سنة بكندا، هونيك تخرجت وعملت جامعتي وكل شيء، وبعدين أجيت أسست شركة infamous.ae وinfluencers.ae بدبي. شو كانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة influencers.ae؟ كنا عم نعمل دعاية لزبون من زبايننا، بقى قررنا نعمل له نوع من السباق بين قناة من القنوات الاجتماعية، نعمل دعاية عن طريقه المباشر وناخذ influencer ونعمل دعاية عن طريقه. لاحظنا انه القناة الاجتماعية اخذتها 18 ساعة لتلحق يعني نعمل بأول ساعة بالإنفلونسر. هيدا الشيء خلانا نقول طيب إذا كان عنا إنفلونسر واحد وهيك صار، بقى كيف إذا جبناهم كلياتهم تحت موقع واحد وقلنا انه نعمل كامبينز أكبر بكتير، بقى صار عنا قوة ترويجية يلي هي ممكن تعمل something to go viral يلي هو هدف كل ماركتير بالمنطقة. لكن حمزة كيف بيشتغل الويب سايت influencers.ae؟ خبرنا أكثر. الويب سايت طبعا بيكون الشركات او البراندز او الشركات الاعلانيه بيكون عندهم حساب، بيفوتوا على الاكونت تبعهم وبيختاروا اول شيء اذا حابين يعملوا كرييت للكونتنت تبعهم الانفلونسر تو كرييت الكونتنت، او يعملوا ريبوست لاعلان هو اوريدي موجود مصور، او ممكن انه يكون انه يحضروا بس ايفنت. اوكي، فاحنا خلينا نشوف كيف اذا بده يعملوا كرييت للكونتنت. اوكي، طبعا هون بيختاروا اول شيء اذا كان الانفلونسر حابين يكون ميل او فيميل حسب البرودكت. حنخليه هلا بالنسبه للعمر، اذا في عمر معين they're targeting مثلا age of group، حنقول مثلا من 20 ل 35. يعني اوقات ما بيكون بهمون قد ايه عدد الفولورز، اوقات بيكون بهمون حسب الكامبين. مرات الكامبين بتطلب انه يكون ماس، سو لازم يختاروا انه عدد كبير. فخلينا نشوف كيف بيكون لما بيكون بيختاروا عدد كبير. مثل ما انتم شايفين كلهم فوق ال 1 مليون بالضبط، وكلهم اسماء يعني معروفه ومشاهير. اوكي، خلينا نشوف كيف المايكروز، لانه هو بفيد كثير للناس اللي بدهم مايكرو الصغار اللي تحت ال 100,000 فولورز. هذا المايكرو خلينا نشوف هون مثلا influencers category. اذا البرودكت هو بيوتي او هو رياضه 100%، خلينا نشوف مثلا ممكن بدهم يختاروا فاشينيستا بيوتي اكسبيرت. سو الانفلونسر كونتري، وين الانفلونسر عايش، طبعا هذا بياثر على حسب وين الكامبين صح باي بلد ممكن يختاروا. طبعا احنا مركزين على الميدل ايست وتحديدا الخليج اكثر. في كمان حتى تو سبيسيفاي الانفلونسرز حسب الجنسية تبعه. طبعاً إحنا البيس تبعنا إنستغرام، ممكن إذا حابين إنه الإنفلونسر يكون عنده سناب شات أو فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب، إنه بيختاروا إنه لازم يكون عنده هال أوبشن زيادة. أوبشن زيادة بالضبط. طبعاً هون ببين عندك الـ number of followers، وهون الريت أو السعر للone post، هذا الأفريج ريت. طبعاً هدول الريتس هن الإنفلونسرز بيحطوه. أوكي، يعني يمكن يكون في عدد عنده عدد فولورز اقل من غيره بس الريت اكثر بالضبط للبوست. هذا ما له علاقه بالعدد، طبعا في بالمنطق يعني قديش ممكن يكون، بس طبعا احنا بناخذ الريت كاردز من الانفلونسر، لانه مثل ما بنشوف هون هي عندها 28,000 بس الريت 6,000، وحده ثانيه عندها 32,000 بس الريت 4,000. 100%. اوكي، لكن من بعدها بيصير عندهم فلتريشن، بتروحي لكومبير ناو بتشوفي تفاصيل اكثر. هون طبعا بيعطيكي الديموغرافي، يعني شو الجنس تبع الفولورز. بعد ما اخترتي انت مثلا بدك انت بس فيميل، خلينا نقول اوكي، وبهمك طبعا الفولورز يكونوا فيميل. عندك هون مثلا دانا عندها 78% فيميل، سو طبعا اكيد هذا بيناسبك كثير. شو اكثر كرايتيريا لازم نطلع عليها لحتى نختار؟ اكثر كرايتيريا هي الانجيجمنت ريت، هي معدل التفاعل مع الفولورز. حابه تشوفي مثلا خلينا نقول دانا حسيت انها اي اقرب شيء للكرايتيريا تبع الكامبين تبعي، سو بتشوفي دانا البروفايل تبعها كيف. أوكي، لما تشوفي هون في التشارت تبع الفولورز، مثلا هي من سنتين قديش كان عندها فولورز وكيف اتطوروا وزادوا الفولورز عندها. طبعا لما بتشوفي جراف عم بيطلع بهالطريقه هذا
بيكون اورجانيك اورجانيك شوي شوي عم تعلى، يعني عم تكتسبهم بمهارتها بمهارتها بالضبط. مرات بتشوفي رايز مره واحده مثلا بيوم واحد هم بتخاف منه نبعد شوي عنه شوي بالضبط بالضبط. او اذا دروب كمان نفس الشيء بيكون دروب شوي، يمكن ما قطعوا بفتره، يمكن ما كانوا كثير انجيجمنت تبعه. مرات بيكون هيك، بس مرات بيكون انستغرام بشيل الفيك اكاونتس والكمبيوتر اكاونتس، فهدول كلهم فهول بيساعدوك كريتيريز بيساعدوك لحتى تعرف تنقي الشخص المضبوط. طبعا هون بعد ما عملتي زي سكان على كل انفلونسر، انا حابه تختاري مثلا هدول الاثنين انفلونسرز، اوكي بتعملي اد تو كامبين الاثنين، تتواصلي معهم شوف الافيلابيليتي. انت مثلا ممكن تعرض عليهم ريت، هن مثلا من غير الريت الموجود، طبعا البريف لازم يكون مفصل، بصير مناقشه يعني بين الشركه بالنهايه وبين الانفلونسر. بيوصلنا طبعا احنا البريف within 3 days maximum، بنرجع للشركه بنكون بنقول لهم اذا هذا الانفلونسر افيلبل قبل، وافق على العرض، وهل هو مناسب او مش مناسب. حلو كثير. فراس، شو اكثر التحديات اللي واجهتك خلال تاسيس انفلونسرز لتقيقي؟ هو اول طرف للشركات اللي كان انه نعلمهم انه ليش هالسعر انت عم تدفعه، بيقولوا انه بالاخير هو بس بوست عم يحطه. هو ما بتنحسب هيك، وبتنحسب انه هذا الشخص تعب لحتى وصل لهون وعمل كونتنت والناس تابعته بإرادته. هيدي للشركات انه تفرجي السعر، وبنفس الوقت للانفلونسرز انه كمان احيانا كان الاسعار لا تتطابق مع الواقع، بقى صرنا نقدر نقول لهم انه طيب مثلا هلا لانه الانجيجمنت تبعك شوي اوطى، اذا عليته فيك تقدر تطلب اكثر، فيك تعمل هالشيء. بقى هو بس نعمل بالانس بين الاثنين، هون لقينا تحديات بالبدايه. كيف تقدر توصف نجاحك؟ والله مو نجاحي بصراحة، عندي فريق أحسد عليه، لأنه التيم هو اللي ميك يو بريك يو، يا أما بيعملوا الشركة يا أما بيكسروها، بقى كوننا مثل جو عيلة وهيدا اللي قدرنا ننجح فيه. فراس، إن شاء الله تضلكم بالطليعة وشكرا لك. شكرا كثير لوقتك. في أحلى من إنه نوظف شهرتنا لخدمة المجتمع ونكون مؤثرين إيجابيا على يلي حوالينا؟ influencers.ae هدفها تكون مرجع للأشخاص المؤثرة أو الانفلونسرز على شبكات التواصل ليلعبوا دور مهم بنشر أفكار الشركات المهتمة بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.